منه شوية. طب في رأيك البنت اللي بتحب تلبس فلات ومتحبش الكعوب العالي دي شخصيتها ما فيهاش أنوثة؟ لا أنا في بالعكس، بعض بيفتكروا كده. لا لا لا، مش مسألة إن هي ما فيهاش أنوثة، هي بتبقى عملية أكتر، بتفضل راحتها عن الحاجة إنها مثلا تو امبريس الناس، أو إن هي تبان ان شيب في كل الأوقات، هي بتفضل راحتها وبتكون عملية أكتر، لكن ما مش إن هي أقل أنوثة من البنات اللي بتلبس الكعوب. طيب احنا عايزين نعرف منك، انت معاكي هنا انواع كعوب كتير، لانه في بعض مسميات كتير منها ما يعرفهاش، يعني ما يعني انا بروح اشتري شوز وما ببقاش عارفه الاسم بتاع الكعب ايه. بقول رفيع، احنا شايفينها قدامنا هنا، في الرفيع، في العريض، في اللي كان دارج لفتره كده، اللي هو عارفاه اللي هو طول الكعب كله مسحوب شويه، مسحوب شويه لقدام، فيا ريت بصي، هو تكلمينا اللي طالع موضه دلوقتي قوي الحاجات البالكي اللي زي البلاك ده، البوت. زي البوت البلاك ده طالع موضه جدا، يعني نازل في ضخم كذا، جدا. ضخم جدا جدا، بس هو طالع موضه قوي، معظم البراندات عامله زيه، وطالع اللي هو عالي قوي قوي. انا طبعا بنصح اي بنت هتشتري حاجه زي كده ان هي لازم تلبسه وتجربه شويه، لان هما مش مريحين قوي في اللبس، قصده ان هما عندهم يعني لايك من قدام عالي ومن ورا عالي، فانت يبان لك ان هو ممكن ما يكون مريح، لكن هو مش مريح قوي في مش اللبس، مريح. مش مش عامل مريح ايه بقى؟ متعب للظهر ولا بيعمل عدم توازن؟ بيبقى وانت ماشيه حاسه ان انت يعني مش مرتاحه، اوكي، وممكن لو انت مش واخده على لبس الكعوب دي تقعي، ما تبقيش بالظبط، ستيبل، ما تبقيش ستيبل، فلازم واحده تكون استاذه في لبس الكعوب بس عشان تجيب هو حاجه زي ميزته كده. بصراحه ان هو لو حد قصير قوي ونفسه يبقى طويل شويه هيبقى ده هيخدم، ده هيبقى تمام. طيب والتاني الاسود؟ الاسود ده ستايل كاوبوي، ده يعني انا شايفه انه بيجمع ما بين الفلات والحاجه اللي والكعب. بتاع عالي شويه، مريح جدا جدا في اللبس، وطلع فاشن كمان السنه دي، وطلع ونازل منه اشكال كتير والوان كمان، فيري نايس. وبعدين ده ممكن تلبسيه بالنهار، وفي يعني الكعب بتاعه مش عالي قوي، مريح جدا، عملي شويه برغم انه كعب عالي. شخصيتها ايه البنت اللي تلبس موديل زي ده اللي هو الكاوبوي؟ واثقه قوي من نفسها وترندي وعمليه في نفس الوقت. وعمليه. طب والتاني البالكي ده؟ البالكي ده انا حاساه واثقه برضه من جريئة. نفسها. أيوة. جريئه صح؟ قوي قوي. استاذة ولاء، الستات ليه دايما بتحب تجمع الجزم ومكعب عالي كتير قوي؟ احنا ده يعني انتوا الرجاله ما تدخلوش معانا في النقاش ده، حاولوش لا توجدوا اسباب ولا تقولوا لي ليه. احنا بنحب الفاشن عموما، وفي ستات بهواسهم بموضوع الفاشن ده درجات، يعني مستني بس عليها الست